إيه سلاوتان لبل أمريكا وهاتينا وأمالا عربي أورو فيما نكرا داني سبيني لايف بكينوا استا دي كينوا لا عربي واتمان نشيد الحرية من طواق زوزة بزواني تي جيشتين هموش تشي نشيد الحرية أويكا سيديت شي لقرأ وكتابة لو ما ندخين توا أويش من لناو فيديو كاني بيشتر جوية قلت جنك بداخين دوا نشيد الحرية بزانين تيليا ألي رابوين ألي راوستين أو أنا ما هم جواب داوا أنا وبسيارة نشدين نوا قلت من إيريا قلت بوي نشاطة جيبكن هذا يجمع الباحثون على أن الثورة الفرنسية كان لها تأثير بالغ في داخل فرنسا وخارجها كذلك أو هذا لي لكل روكا هميان إجماعيا كردي لسلو يعني هاورانا ها يجمع معنا ثلاثات يلا أجمع يجمع إجماعا مجمع مجمع أو إذا يجمع يعني هاورابون هم لسري أو لسلويكا أو شورشيك لفرنسا رويدا أو ما كانوا فيديو نازانم تي أو شورشيك لفرنسا رويدا تأثيري زور قوريها بو هم لنا وفرنسا هم لدري أو زلينا دريت أبين ذلك في عرض شفوي أقدمه بعد جمع المعلومات عن هذه الثورة من المراجع المختصة ليرا دري أمن باسيتشي أو شورشي فرنسا هذا كان هرب شفوي يعني بقولين رادا وسيلة بيش طلبة كان بيش باجوي كده تيلا سري دخينية و باجوي دري بعد جمع المعلومات يعني باجوي معلوماتك كودا كموا لباري أم شورشة عن هذه الثورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. إيه دري من المراجع المختصة لو سرتاوانيك بقولين شو ترهبون؟ تعبت مندن بو موضوعي يعني نايتي لفيسبوك معلومات لسر شورشي فرنسا خركي ونابي هو هركا زو خوي قصيدة كاتن نا. دكتور امريكيين ومصريون بيوندي هبو بو شورشي ثورة فرنسي تأثيري هبو لسر فرنسا او يعني لسر امريكا جوف او شورشا بس يستا طلبك قوتي بخوان لما ملزمي لابراتي عن لسر نسيا دكتور السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كاولا فريم على دكتور جان او روجا بوم ناردي او روجا رسمك كين اخي بينا هاي هاي تشيبك على فايبري هاي تشيبك تا او كد بيت وسر سري ببي زور باش استغان ياكلك مسا هاي استاد بين ميكسر شكما غوتمان او شورشي فرنسا زور شورشو تشي جرين بود وعلى ما لديش كش او تا لديش كش او موضوع ديتو بيشمان بابوني اويكا او چه تای خواردی تا ولا در خواندن لسروش تا و الله الله با اوش ببینین او امن بم دکتر او چه اندر از ایچ خوش دیاره والله او دلی دوکانه برانبر دوکان است و حالیا برانبر بحرکه والله خوش انگو تو بخود لچه اندر در جیم امن بخوم ل امن بخوم لکل کسماق سر با دوکان او زر نخوش بم دکتر دیگو رجان با پی برا ازور رفتم بهر به پیام برم نزدیکی دو ساعت گو اترم لیو کنه خون نگه خوشم کردم پیاسی کشم کرد والله ایشه چی باشت گل بیا خوش آوا هری والا زیج خوش آوا دره او تلبوی نردینا پیشتر الثورة الفرنسية لیره دخینی نوا دره فترة مؤثرة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في فرنسا دره ماوی چی کاریگره ها مؤثر لتهاتی اثر يؤثر تأثيرا مؤثر مؤثر تأثير فترة فترة بخوي بتائي مدورك وتائي هاتيا كواتوا بمي حسابة لو يدري فترة مؤثرة ناري مثلا فترة مؤثر مؤثر بخوي أصلا كي مؤثرة بس دبرو أو تاء أمام بيونا أو تائي مدورة لبروي فترة بخوي بتائي مدورك وتائي هاتيا كواتوا بمي حسابة قلت ما انجمع تكسيريش بمي حسابة العربي لفيديو كان بيشتر بعث ماكل ونمونيش معزول لسر هنا و فترة مؤثرة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية يعني اضطراب تي اضطراب يعني اشتك تيك بتي هل بتيتن او بيدرن اضطراب لا اضطرابي هات يعني اضطرب يضطرب اضطرابا ها هو مصدر كيتي
مضطرب مضطرب ما عرف او بين زي جلوس ذاكين وبس مانت يعني فعل ماضي كي مضارع كي مصدر كي لقي اسم فاعل واسم مفعول كزور في زوري كديته ولا بوتهر او بين زي قبزانن ايش مان بو بين زي دبيتن خاصه مصدر ايش مان بي دبي لبروي ولا اسم تفضيلي عندك شتي دبي بي كي مصدر بخومان ولو عندك او شتانه هاد دياري كراوه يعني لو شحنه زياده الدرناسي بلام اما لبو تدريبي شتا برا برا لي رابي او شانه ذكيني يعني دوبارا بين ذكي لي دروس ذكيني او تدري ما ويش كاريجر فترك بو يعني وقتك بو او شطر ويدا عندك لروي كومالاتي ولروي سياسية و شلجان ويدا بو لفرنسا يعني خلق لروي اجتماعية و برو قران كاريجر ورد لروي سياسية ورازين بو بو حكمي كهيا ولا فرنسا دري عرفت عدة مراحل استمرت من أول صالة زار وحبصت واشتاونو حتى زار وحبصت نوت يعني تان صالي خاين ديا تان صالي خاين ديا دست صال دكتور دست صال حفتاونو تان نوت نوت كود اللي حفت هش ها عفوا هشتاونو تان نوت نوت دست صال بلين دري كدري عرفت عدة مراحل يعني يق مرحلة نبوها أو نبوة بري يق زاربوها ولا دو مانكسي مانج كوتاي هاد بي باتسان ده مرحلة ده بزان ده صال أو شورشة بردوان بوها ده صال يعني هر ماو هل دستانه وديسان خلق داوي شتي لكرت وكانت لها تأثيرات عميقة على أوروبا والعالم العربي عموما يعني كاري قالي كاني هر بز لسر فرنسا ينبو لسه همو دولة كانت كي دورو بشتي فرنسا كأوروبا يا ولا سر زهاني عربيش تأثيرها بعام يعني انتهت بسيطرة البرجوازية التي كانت متحالفة مع طبقة العمال يعني كوتاي هاد بس تشي سر كوت سيطرة كرت ها سيطرة لتاتية سيطرة يسيطر سيطرة مسيطر مسيطر أولويات يعني زال زالبون بس رشتشي ده دليل توشي سيطرة يبون لرأي أو بلتاتية لويهات لو شيء سي سيطرة يسيطر سيطرة مصدرك أو هاي اللي ده بسيطرة البرجوازية أو ها بقى كليك يعني بخوي بويكو تاعي هاد بويك برجوازية طبقة كلا طبقة كاين أو كومل جاي أو أنا ظالبون وأو أناش بخوي عم بيش جيري شيء عندك كرت بيش جيري كريكاري عندك كرت متحالفة مع طبقة العمال يعني لقوا كريكارا كان أو طبقة لقد كريا كارا كامبو مع إحقاق مجموعة من الحقوق والحريات للطبقة العاملة والمتوسطة للشعب الفرنسي يعني لقد تي كوتاي هاد بس بوي كبرجوازيا كان ظالبون كوانش بخويا بشجيري كريا كارا كان يعني و لقل بدست هناني كومالك لا ما فو آزادي لبو تيني كريا كار يعني اواني كإيش دكان نو كومالك تيني كريا وبس مالك كريكار هر عملي اوي نيا انقو عبزان اوي دستسر خاني و بلوتشي او دكا و هر او نيا كريكار هموش تك دا قرتا ولا كبدرين كريكار يعني هر كس اقلا مثلا لأسواق چي ايش دكا لدوكانة چي ايش دكا لمعملة چي ايش دكا وانا همو كريكار حسابا باشا داري للطبقة العاملة والمتوسطة يعني او تسيني كا ايش يعندك تسيني ايش كار تسيني كريكار والمتوسطة وتيني ناوراس بخويا وتيني ناوراس تزور زو جرينجلا هر كومال جاي شي تيني متوسطة متوسط يعني نزور دولة من ده نزور زور فقير إيشا بقاو تيني أنا مع كومال جاي تيك ده تيني زور زور إيش تيك ده تيني همش تكان بيوستا بو تيني معنى وي تيني ناوراس دائما لأمريكا هول ددن أو تيني لا مو تيني كان بقوة تربية للشعب الفرنسي يعني طبعا بس يويدا كدري تيني كريكار و تيني ناوراست لشعبي فرنسي بابلين لليفندر أسقطت الملكية وأسست الجمهورية يعني نظامي فات شايتي كوتاي بينا أو ها دا صلاد لباوكا ولا بوكرو لكرو ولا بوكراكي ولويج لبوكراكي أو ها زاوانا لتسن لميجا أويان بزيشتي دو ست صال سي ست صال هاوانا قيشنا وقناعتك هكا فات شايتي هذا يعني قصي قارب معناه وأسست الجمهورية يعني جمهورية عندها مثلا جمهورية يعني خلقك خوي
بريار ده على سراوي كتشي جمهورية بيدرن لا با إنجليزي بيدرن ريبابليك يعني جمهورية يعني كوماري بيدرن يا كومار كوماري كوماري ناري كوماري عراق يعني جمهورية العراق كومارا كومارا كما أنا أتسيه يعني أوانية يك عائلة دا صلاتي عم كتب بردستي وحتى هتا أهل بردستي وان أو سارة مثلا أو صال عائلة يا مثلا دوسي صالي كلا قومة كبيتن لنا أو ملتي دا صلاتي عم بردستي وفيدرن جمهورية وشهدت فترات عنيفة من الاضطرابات السياسية هو شيء غلط نسيا الاضطرابات السياسية نابي بريدة بريدة الاضطرابات السياسية اضطرابات با مؤنفة بابلين نابي با سياسي بريدة بريدة سياسية داري هندك فترش لو فتران اسكت ده صالحان زورشتي يعني دبوا تندو تيجي عنيفة ها فترات عنيفة معناتي يعني هندك معويك زور تندو تيجي يعني تندو تيجي تدابو لروي سياسي وبابلين غيرت بشكل عميق مسار التاريخ الحديث يعني غوري ها غير لتات يعني غوري غير يعني غوري يغير دا غوريت تغييرا يعني غوران كاري تغيير دبتدوي مغير يعني غوران كار أو كسك غوران كاري كده كان مغير يعني أوشتك غوران كاري عم بسر دا هنا فعلة شيء تيبرا ليرة يعني متعدية العربي بفعل تيبرا صدرن بيدرن متعدي يعني بس بتاني بكاري رازينية بركاري شي دوي أتوك أشتك شي دا غوري أتوك إيشاكت كردية بس شتك شي هي غوري ويانا بس أقابرين دا غوري بخد دا غوري ويانا أو تيبرنية لبراوي فرقي هي ها غوران فرقي هي لغير غوريني يجيشتي او حزبش يعني ناو لنا وش باش نوشي فاي غلط يعني انا غوران بزوت نو غوران بابا دابا بريم بزوت نو غورين سك غوران تينا فر يعني مثلا استاذ لي والله كابرا بيشتر ويدك استازور غورايا ها استازور غورايا بخوي غورايا يعني مثلا دري كابرا غورا خلاص ورا يعني بيشتر غوريا ها نقيك بي غوري بس اغاتو بس اوبي بتشتكي بغوري دي بري غورين غورين دي غوري يعني تشتكي بغوري بلو ناوش يعني بغلطي لنا ده بابري بزوت نوي غورين نا غوران غوران اشتكي اويك بخوي دبي روب داتن بس بكركي شكي دكا طور اشتكي نا غوري خد دا غوري بس استا ناوك راسته استا لبلو فشل يعني هنا لاوي استا ناوك طواوا دبي نايل ابن مزوج كيف تدبا غورين بي استاب كنا غوران دكتور استاب بكري انا ما استاب بكري انا ما بي عندي هذه ادي استاب كان معناها غيرت يعني او شورشه غوري تي غوري بشكل عميق يعني بشوي شيء زور قول ها مفعول به كل شيء مسار التاريخي يعني روي مجوي غوري تميجوك ميجوي حديث يعني او ميجوي هاو ترخي بيضا يعني ميجوي هاو ترخي يعني لا ميجني رويدا يعني او ميجوي هاو ترخي او صد دو صد صالة اخيري او هذا كأسكا يعني او كاتو تيدا جي اي بابلي نك تاريخي كون اي تندها هزار صال بيجيستا داري واطلقت الانحدار العالمي للملكيات المطلق واستبدالها بالجمهوريات يعني او شور شي فرنسا ابو ويكر تكل دنيا همو يوابو بادشاهاتي بو بادشاهاتي لو كاتا همو يكر لبو يعني باق لبو كوري بزيد ايشتو كوريش لبو كوراكيوي اوش لبو نوي خوي اوش لبو نوي خوي همو يوهابو همو يوهابو بس او شور شي فرنسا ويكر كا همو زيهان برا برا او نظامي باتشاتي لاب بنو استبدالها يعني غورينوي بات بالجمهوريات لو يبكنا كومار جمهورية يعني خلق بجداري كذا لو يكتشيها الضجر والمؤرخين يعتبرون من أهم الأحداث في حياة البشرية يعتبرون هذا بقى وهابرين
نجون آسان أوي أو ما سألوا لك ها دكتور يشك لك جورة تدين وداوة كان دادن جياني مروبايتي او اي بي سي دي ما قال لك بابا وعربيه اخو انجليزي روزي انجليزي ولا بس كجوري روزي انجليزي ولا اوكي دري او سيا بزغ العصر الحديث في ظل الثوره الفرنسيه نازم او شيء معنى يصير راستي او بزغ بس بيتي معناه يعني بدأ دبأ وهابتن يعني عصري حديث معناته يعني سردمي نوي لجير سيبري شورشي فرنسا دستيبك ما بس اللي سردمي نوي تيا أو كباتشاتين من يوم هبتا حكمة شتكا كخلق باش داريبك لدى صلاة تقريبا كل الحركات الثورية في المستقبل نظرت إلى الثورة الفرنسية كسلف لها يعني تقريبا همو أو بزوت نواني بزوت نوا شورش جرياني كباشان بيابون لدنياي تاويان لا شورش كي فرنسا كت وكو كسلف لها سلف تيا سلف يعني واني اللي بيش اخوي هاتي اشتاق لبيش بيش تو بيتم بيدرين سلف بس على ناو اسلامي كان دري سلفي صالح معناه تيا سلفي صالح يعني او اواني بيش سلف معناه يعني اواني قديم لقل پیغمبر ولا فاش پیغمبر او انا هاتنا والسلفي كده يعني سلفي بلا ايشي قلت انا منهجك عندك شيء خاص بخوان هي سلفي صالح بيقدر يعني عبارتها المركزيه ورموزها الثقافيه مثلا حريه مساواه اخاء يعني عبارات معناتها يعني مو كبل شعار يعني او يعني ترتاوكي يعني برين تي بيدرين بكردي يعني بزارج لتدك مركزية و يعني ناون دا صلاة ناون ديها بيتن ما بس تي دا صلاة ناون ديها بس جمهورية لو جمهورية يعني لبروي تو دا صلاة تي ناون ديت هيا همو او كانت كده بي بابندي او دا صلاة ايبن بون من يستا مثلا عراق جمهورية يا راسا مثلا كردستان هندك سر بخوي خوي هي بس لو زور شتيش هر سر بعراق يعني استا مثلا باسبورت ناتاني بو باسبورت كردستان ويقل لو شتاني وزو مركزية معناتها يعني شتك هي لنا وراز يعني لعاصمي قرار زور هي درد تيتم بس همو دولتك هي تطبيق دبي بس لا تشكش بعد شايتي مية وكسي قرارك هي دردك دكري اورو ماكرون بيس بيني هيك تشكبي بيشتر مثلا جاك شيراك اوها ورموزها الثقافية يعني لروي رموزية يعني الرمز بكردي تي بيدرين هالرمز بيدرين بابلين لروي روشن بيريو بس ده ناس ليتوا حرية آزادي هيا يعني وشي فاتشاتي هبو آزادي نبو بس ليرا وشي بو جمهورية وشورش فرنسا رويدا يقلوش تاني كبدواي خوي داهنا آزادي بو طلب الحرية يعني يكساني سواد يعني يكساني إخاء براتي دكا أصبحت شعارات مركزية للإضطرابات الرئيسية الأخرى في التاريخ الحديث يعني أو شعارانا أو وشانا وشي آزادي ويكساني براتي وأوانا بوا شعاري ناوندي يعني شعاري رئيسي دكا أوها يعني لهنزيجك أو هلسونانا رويدا أو شوشانا لتاريخ نيوي بابلين هاو ترى لكفون يعني تاريا لفرنسا يكل هم من لتكاين من ضمنها الثورة الروسية بعد أكثر من قرن من قرن لاحق يعني يقلو أنا شورشي روسيا بو باش يك قرن دكاتا فتصال لكاونيا بالي بالي يكسد بالي دكتور جا صدق دكات صدق قيم ومؤسسات الثورة لا تزال تهيمن على السياسة الفرنسية إلى هذا اليوم يعني بها قيم معناتها قيمة معناها قيمة قيم يعني بها والله كان ومؤسسات الثورة لا تزال تهيمن على السياسة الفرنسية إلى هذا اليوم يعني هتا أوروش
او بهاو او اساسياتاني كشورشي فرنسي لسا دامزرا حتى استاش تأثيري هيا ها تهيمن لسر سياستي فرنسا حتى اوروش او هيمنة يهيمنو هنا بيانه وزارك لنا واسلي دي تيكن عين وكو سيطرة معناه هيمنة يعني سيطرة هيمنة يعني اشتك بس اشتك دا زال بيو يهيمنو يعني اشتك بس اشتك دا زال دبيت مضارع كيتي يعني رانا بردو كيت هيمنة يعني ظالبون عين وشي سيطرة يا سيطرة هيمنة همان معنانا تقريبا مهيمن اها يقلنا وكان اخواتي مهيمنة يعني الظالة بس ها مشتشدة أو هذا كان باشا أو كسشك ظال دبي بسري كسك بيدر مهيمن يعني ظال بونا بسري ده المؤرخ الفرنس فرنسي فرانسو ألارد قال دلي يقلى مؤرخة يقلى من شنو فرنسا كان فرانسو أي نوا غوتيتي تألفت الثورة لقمع ما يعرف بالنظام الإقطاعي وتحرير الفرد والتوزيع العادل دبايا وهابلي لملكية الأرض وإلغاء امتيازات النبلاء وإنشاء المساواة وتبسيط الحياة وعينا لو أوي كردستان هاتي أو شنا أو شو أو ميجو نوسي فرنسا بوتيتي باسيس أوكي دكا باسي شوش في فرنسا ذاك اللي لو دروز تألفت يعني يعني دروز تألفت الثورة باشا ولا تهات يا تألف يتألف تألفا متألف متألف أو لو هات يا تألف يعني خوي دروز شوش كله دروز بلي قمع ما يعرف بالنظام الإقطاعي يعني لبول لنا وبردني قمع يعني لنا وبردني أو شتيك ناس رابو أو نظامي كناس رابو بنظام إقطاعي باشا إقطعت يا لتاتي أقطع يقطع إقطاعا مقطع مقطع يعني فلا نظامي باتشاتي كوبو بابلين اوان همشت كان بملشي خوان دزان يعني خلق هيد ما فينا مو خلق دبا على بوان ايش كاتو فاري ام بدات هم ملك وسامان وانا شمو ايوان بو ولبو تحرير الفرد يعني ازاد كردني تاك يعني تاك ازاد بلويك انغو ولا ازادي مروان مثلا من ازاد قصيده كم لوكم يعني ازاد مدت مهر زيج هو ازادي نيه بتن استايق لو شتاني ك ازادي بون من اجد دولتك استابون اجد دولتك ايش خراب بك يعني لنا دولتان هيت قيمه اشتواي نبي وك عراق بون اتو باسبورتك ناتواني بكيف خد بتيها مدولت شي باسان يعني لو فيزا يغني ما عندي اوش بشكل حريتي كاتو بابوني ولو دولتي دولتي جندو بندو جندالا دولتان حزيان لينيا دانشتواني او دولتي بسند سردان دولتا كانيا ترسين لي عندون يعني دين مثلا خويا عند التقنو يعني دين نات نوا داوي جو اذا كان خوش بشكل لو ازادي خو ازادي هرونيا قلت كي ولو يبري والله عم دطام بكيف خمس سيف عم دطام بكيف خمس فهم زي شي لنا ولاتك يعني او هاني خو زور شتي لو يقوري ترى يعني استا يقلو ازاد يعني استا مثلا او حكومه او ما مثلا سقط بقتاين لبونغود او منهج كطواو عيبينيه بلا ما مثلا كان نازل شرط اوش لا ازادي تو كم دكاتو تشكاتو اجاب زوين تينا جاي بيرت فراوان دا بيرت داكره تو هر مثلا استا تو ازاد ني لمكتبه لو تشكا ما مثلا دي بطريقه وي بلا بركديني قرب معناه بتبيني قرب معناه تو اوش تانا بروين وش بشكل لو كاتو ازاد ني يعني مش كد ناكاتو مش كد داده خارجي وش بشكل التحرير الفلتات يا حرر يعني ازاديك يحرر يعني ازادي دكاتو تحرير يعني ازاد كردن ها ازاد بون فرقي هي لقى ازاد كردني ها مثلا دري فلانك كز ازاد بو كارتش دي انا فر لا بس بيستي با بو فلانك كسي بو كبويت بك بس دري فلانك كز فلانك كسي ازاد كرد آزاد کردن و آزاد بون فرقیان هیا آزاد کردن تیپارا آزاد بون تیناپارا همون لو او ها زوزو نمونه او ها دا این موت حتا با تواویل موضوعی تیپار و تیناپاری انگو تی بگن شردنیا مثلا یک اگوی داره والا آزاد بون گو تیان تیناپارا لو استا آزاد کردن بو تیپار بابا فرقی هیا آزاد بون آزاد کردن آزاد کردن یک چکا آزاد دکا
یارو بەرکاری دەوێ بەس ئازاد بوون هەر بە خۆدا ئازاد دەبی ئەو هایە ئەوزا لێرە کە دەرێت تەحریر الفەرد یعنی ئازادکردنی تاس نەک بەخۆی ئازاد بی بەخۆی شەک دەبی ئازاد بکرێ ئەو هایە والتوزيع العادل أو غلط ليرا دبا ألف لام أجل سر عادل كش بتسويته نعت يعني صفة لبو توزيع يعني توزيع تيا يعني توزيع كردن دكا دابش كردني عادلانا لملكية الأرض يعني فشوي شي دات بروانانا زوي أوشتانا دابش بكري وإلغاء امتيازات النبلاء يعني كوتاي بيهنانو إلغاء كردنوي يعني رش كردنوي أو امتيازات عنيك نبلاء هبو نبلاء يعني مثلا لهر قومة شيكة كان هل بجاربو على أساس رئيسي نازان سي او اويا اوانا نبلائنا وقوم القاينا يعني مثلا ما يعني اوانا اللي وقوم القاي كشتكن طاولين سياسيا كانوا ملا اوانا ويلقى حكمتنا اوانا هم امتيازات كان يبون من اندام برلمان يك دنيا باري بدريتو كابراش كان ناسا فقيري زادي خيان دكاتو اي شكيل اي برلمانش جرينك گرنگ اگر گرنگ تر نه اگر و چی وی گرنگ نبی کم تر نیا دبینی ایز ور نگری و انشاء المساوات و جن نبلا اوه معنی یعنی نبلا ل انگلیسی پدر نوبل و اکو سینه چیان لیه بود است اکو مثلا ل کردستان آوانه مسئول کان و لگا پارتی چه چینه آوانه بون و عینه یعنی او طبقه اش کات خوی او هابو کو مثلا همش تقلب و خوی آنها لبو قومك لبو جلكينية وكو مواطن بس أساسي أوي أتو إيش الدروة وبارة ددريتي ومعاش اللي دبرتو كأتو سربة وحزبه بيان سربة وحزبه بيان أوي نهش أو شورش أوي نهش وإنشاء المساواة يعني دس دروس كردني يكساني إنشاء يعني دس بيكردن ودروس كردن أنشأ يعني دايما زرام يعني دروس تيكر طابلي زياتر بدروس كردن معناها هي لكردي ديتم انشأ ينشئ انشاء ها قديم هبو انشاء تاندانوسي انشاء العربي باش باش بو انما انشاء تاندانوسي انشاء دكتور استاذ ماو دارستن ها استاذ ماو تقول دو ابوك اه قول دو زنانا ولا كان ترما اه بلا هو انشاء لتاك يا انشاء يعني دارستن يعني اتشتشي لو خود دروس دكي بس استا انگو انشاءکش نه هلن مشکتان بکریت و دای دخات دستن لو تان دانش نو داره اوی بری اگر علم هاته و اوی بنوسا اگر نازانم عمل هاته و اوی بنوسا یعنی انشاء عام هوا عام نه دکتر دو همشتا چی ده بود زوکر بود ایه نیشتی طلبه و ادا دخن و تبسیط الحیات یعنی دکتر تبسیط الحیات معنی چه یعنی جيان برو آسان كاري و سادهي بغي تبسيط يعني ت بسيط بسطا بسطا يعني آساني كر يبسط آساني دكا تبسيط آسان كردن زانا العربي تم پيوستمان بتاوجي ده زور زور پيوستمان بتاوجي ده يعني وانا همو تاوجن تحرير تاوجي حراريا توزيع تاوجي وزعيا الغاء تاوجي الغايه الغى يلغي الغاء باشا انشاء تاوجي انشاء تبسيط تاوجي بسطيا او جو اسان كردن انا نق اسان بو اجشت اسان بي بخوي اسان بي وبس اوه بس اسان كردن كارچ تي فر او انا مو كاري تي فر نو انا تشلو اتو ازاد كردني تاك دابش كردني دات پروراني زوي لغو كردنوي او ما فو امتیازاتانی که داب دراب و او تسینانی سروی کمالگایان اوانی لگا حزب کانن و هینان دی یکسانی او ها دکالی رو معنی انشاء المساوات و تبسیط الحیات و آسان کردنی جیان تختلف الثورة الفرنسية عن الثورات الاخرى في كونها ليست فرنسية فقط بل تهدف الى افادة البشرية جمعا يعني او كابره اربعه سيوية طبعا سيو نجوم فرنسي فرانسو الارض دري شورشي فرنسا بود زياده كريته ولا شورشا كاين كا ك هر بز لبو فرنسا اي نبو هدفك اي جوله تربو همو انسانيتي قلتو يعني اواني لو كاتاتش لو كاتك شورشا كاي فرنسا يروز بو لو كاتا همو هر نظام باتشاتي بو لهم زي هيك الدنيا تقريبا او ذا إفادة معناه تيا أفادة يفيد إفادة يعني سود بهمو بشر بقى
يعني سودي بهمو بشرية جان بهمو مروفاتي أو شورشي فرنسا أو زوا أو شورشي يعني استا ديزاينت يا بالضبط أو شتاني كشورشي فرنسا اللي صار دروز وهر همان أو شتانا هي استا لا لا عراق هي لا كردستان هي لا دولة كاين دورو برتان لا تركيا هي لا إيران هي يعني أو شتاني كشورشي فرنسا يعني رتبة هر هم يعني وجود يعني هي استا لنا كومال جاين جوبا كواتا ليراش تشي زور مهم ان جو بزانن كا او شتا هي وفرنسا او ها نبو فرنسا زاين كوبا واتشين جو بوا استا استا لا كردستان كوا حموشتك يعني بكيف خوان او خسانه باري ملتي دزنو عين او هابوا باتشاكي عين وشي باتشاكي بارتي اتش تي اس عين او هابوا بالضبط فرنسا او هابوا فيش كان صار لك 210 صار 222 صار لك دكتور وبي او بي اس اي ما جوند ما نو والله يخو بخود مو بخود دايما ها لا والله اسكن قلت فرنسا بيوند ما نو كان قلت لي ايشن شورشي فرنسا تبو لسدس وبو يعني هر بس بينا بيساي خد زين بكردي بكردي بري او شتاني استاهل لكردستان والعراق ولو منطقه قوما هم مو اوشتانه هبو او خلقك الرابري او باتشا ماتشا واني هم مو اوكتو مثلا معمر قذافي وحسني مبارك واني اي او هابو بالضبط او هابو لا ينبردو كرديانا او اتشكا جمهورية نموني زيندو خماني بالي اري والله طواب هيت شي تيدان يعني عيني اقا قوتيان اري شورشي فرنسا هيتسي هرباسك ولا بابا بري هر اوكي خمانا خمان هر اوشتانه استهيل ناو كومال قايمة او همنا عدالتي او او انا الى سرينا ولا حزب كان هم مشتاق له وانا وهم مشتاق كان قورخ كردي وانا عينا او هابو لفرنسا كيش بصوت بالاستديو صار او ذات عينك تمام شايف قمت خلال الصيف الفائت برحله داخل بلدي او خارجه اقدم تقريرا موجزا عن هذه الرحله مراعيا او ذا لي ردي سان تعالى تشكش باز ذاك دري هستم باها قمت لتاك قام يقوم اوكي مصدرك هي بتتس اي سياني برك زحمتها مصدر سياني يعني قياما قياما لا يوجد بي قيام قياما قياما قائم لجر مقومي بس العربي مقوم ما كان ياك كارتش تينا فرا بخوي زينك او كاراني كتينا فرا اسم مفعولي زحمتها اللي ادروك تبخوي تينا فرا اسم مفعول تيا اسم مفعول يعني او كسيك اي شكل سكلاك كواتد بتبركار بكار تمشى استدري ناوي كابراي مثلا محمودة محمود معناته يعني مدح كرايا وهذا كافر عشا مدح يعني كبير يعني محمود حمد لوي هاتي حمد يحمد يعني مثلا بري سباسي بكي يعني باسي بكي بباشا دكتور يعني محمود لمحمد وناتوا محمود لمحمد وناتوا نعم أحمد ومحمود وانا أو ناوانا هميان ذكري لبو في غنبري بكاذين صلى الله عليه وسلم محمد لتاتي استاذ تمشاك تمشاك ناوي محمد صلى الله عليه وسلم معنى يتسيا تمشاك تمشاك حمد يحمد تحميدا محمد 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 بخوي اسم مفعول يعني أو كسيكا بباشا باسي كرايا دقي او هذا كقصك يعني بباشا ناوي رويشتيا بباشا باسكرايا بباشا زانرايا او ها لحمدي هاتي حمد يحمد او محمودة لحمدي ناتي لحميدي هاتي فرق كان اوي بلام لروي معناه واهر همان معناه دقي تقريبا لروي معناه همان معناه حتى احمدش هر همان معنى بس تي أويان باسم تفضيلة زمان ها أحمد اسم تفضيلة بخوي أبيش لحميدي هاتي حميدة يحمد حمدا أنا ري حمد وشكر لبو خواي يعني أوي باشا أوي سباز غزارية لو خواي أو هذا كان باشا كان سباز غزارية لبو خواي أو هذا كان قصة كان لو يا أحمد ولو يا داري أحمد ومحمود ومحمد هم يا هريكن وبالام العربي هريكان لفعلة شي هاتي انغو هر سه بابتش داخله لبون دو بابتا که محمد و محمود کارو شهر اسم مفعولین بس محمود کله ثلاثی هاتیا لحمیدی هاتیا مد محمد کله رباعی هاتیا لحمدی هاتیا مد
مخدومة شدي لسرا محمد لو هي هاتي فرح كان ويا وأحمديش هلا حميدة هاتي بس اسم تفضيلة يعني. اسم تفضيلة ليرا داري قمت يعني من هستم خلال الصيف يعني لفترة هاوين هاوين الفائد فائد معناته يعني هاوين رابر بيو ويرويش فاتا يعني روي لدستي تسو يفوت يعني لدستي لتسير فوتا هذا ريف فوتام فوتام جاتان ليبو لكردي او اللي وي هاتي دكتور ومزاني كلمتي كردية ومزاني كلمتي كردية جهان فوتا كان اولا العربية كهاتي زوربي وشي كردي عربية تلكي وفارسي وكردي العربية هاتي اصلا كما شايف قمت خلال الصيف الفائت يا فائت لو اذا فائت هي اسم فاعله كيلر يعني اصلك هي فاتر 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 او انا فاتي قراني بيجهب نظم ما انا فاتي انا فاتر فات عربي ده فعلي ثلاثي بازك يعني لسه بيتي تكاتي فاتر ماضية كيتي يفوتو فوتان يعني فوتان نمان بسرتون يعني فائت يعني أوي بسرتو باسم فاعل قمت خلال الصيف الفائت برحلة داخل بلدي أو خارجه داري أو حسابي ودك أو دزاي أنقول فرنسا إن هاوينان داكو بابتان سفرتان في دكان لنا ولاتي خوتان بيان لداري هذه رحلتي نازعي استا زوربي زوري بولي دوازتا استا سواري تيارين يا بوفا لا والله وكزنت داري خيال فينا كاكا عندك هي استا من عندك خزمي خو معنا نزيش او انا هي جوا من سفاري تركيا و اوه ام بيبكم اي آذربايجان دانگو کردن نکرد لعناو حالا هولی را نتونی بره دانگو اند چند لگر که کی خواهد زیاد ریز مان ندی؟ ایران آ؟ الله دکتر آه ایران دکتر نام من اصلا با خوی کوت کردن و سفر کردن بعام یعنی کوت کردن یعنی دتی نه و طبعا بس سفر کردن دتی ده و کوت کردن و سفر کردن با خوی بشه چی دانه برای ول دینی اسلام یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سفر و کوتشی هردم کوت هردم کوت سفر یک سفرانش یک دنیا شتی گرنگ رویدایا و شتی نفر واا یک لوانا لگل ابو بکری صدیق که مزگوتی ویان درس کرد لری مکو مدینه واا و یک دنیا شتی گرنگ دینی اسلام اساسا که سفر و اویا هر بخوی خواه یک لآیت کن فرميت إن أرضي واسعة فإياي فهم معناته يعني زاويتش جوراو قدام لبودروس كنا قال زيش نطاني ديني إسلام بدواني تطبيقي بروزيش كا يعني معناته حد قد روجا جناي لسر زاوي لسر زاوي روجا جناي كا هيت أو نمينات يعني زيج نمينات كا نطاني ديني إسلام واا نطاني ديني إسلام بدواني أوكي هر هيا هر هيا تجيشتن أو هاي شكل